عسلامة ومرحبا بيكم، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. جوله جديده وفيديو جديد، والمره هذه اخترت اني نصور لكم مركز الوحده للتخفيضات. صورته قبل ولكن رجعت صورته مره اخرى، لانه فعلا 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 برشا ناس طلبوه مني، يحبوا يعرفوا شو ما جديد ويحبوا يشوفوا الاسعار. وبالحق الاسعار من 1 لـ10 درهم ورخيصه برشا برشا برشا، وفي حاجات حلوين ومزيانين. ما تنساوش اللايك والشير، ولو انتم اول مره تتابعوني اتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. باهي البارتي هذه حاطين فيها السخون، تلقاو انواع واشكال ما شاء الله، شوفوا والاسعار رخيصه برشا برشا. حاسيلو باهي، شوف حاسيلو، شوفوا هذا لهنا، شوفوا هذا عجبني انا، شوفوا هاك 5 درهم 5 درهم. ثم الكبير هذا باه، ربي يستر لما نطيحش حاجة وترسيني ترسيني نخلص. حاسيل 6 درهم و50 فلس الكبير باه. انا نوريكم هكا شوية وانتم راكم معناتها تاخذوا فكرة وقع، او مانيش نوري كل شيء. شوفوا هذا 7 درهم و50 فلس، هذا تشوفوه معناتها خارق هاكا باه. ثم اللي اكبر باه، هذا اكبر هاكا، يا ربي معانا بسم الله، خايفة لنطيح. 9 درهم و95 فلس باه. حسيلو هاكم خذيتو فكرة شوية، الحق أنواع وأشكال وحاجاتهم حلوين برشا. الناس اللي تحب مثلا تشري بالصحن وتعمل طقم نجم هاكا باه. شوفوا هذايا الصحفة هذي قديش هايكا باه، 7 درهم و95 فلس. وفما اللي أصغر منها شوية 6 درهم و50 فلس. هو من الداخل ما شاء الله بعضها حلو ومزيان، تلقاو فيه كل شيء. شوف حاول نصور لكم من داخل، حتى ديما نصور لكم حاجات عن قرب، ولكن شوفوا من داخل كيفاش هاك. ثم زاد هنا الستارات او الستارة هاك، باهي 10 درهم و50 فلس الستارة. شوفوا هذا محلاه، شوفوا مزينه باهي. خليني نشوف هنا حاطين الفناجين هاكا باهي، شوفوا هنا الفناجين باه، 3 درهم و95 فلس يا بلاش بالحق والله. شوفوا هذايا، شوفوا هذا محلاه ومزينو حلو برشا، 2 درهم و95 فلس هاكا حلو برشا باه. شوفوا هذا مزينو، شوفوا هذا محلاه 3 درهم و50 فلس. حاسيلو الاسعار رخيصه برشا برشا، تعتبر مقارنه بالحاجات اللي برا معناتها في اماكن اخرى. 3 درهم و50 فلس هاكا، شوفوا مزينو باهي. هنا حاطين الكؤوس، تلقاو مثلا اسعار مختلفه شويه باهي. شوف انواع واشكال الكؤوس لهنايا باهي، نحاول نوريكم شويه شويه باهي. مثلا شوفوا هذوما ماركة لوميناخك، اللوميناخك هذيا 6 كؤوس على 10 درهم و10 درهم هذوما 6 بـ10.50 هذوما 6 بـ10.50 درهم 10.50 فلس معناتها. هذوما 6 على 10 درهم كوباية ماء أو حتى عصير عادي ما فيش مشكل. بالنسبة للكوبايات هذوما 6 على 10 درهم و50 فلس هاو، الماركة متاعهم لوميناخ، ماركة معروفة، ماركة فرنسية معناتها باه. هذوما الكوبايات على 10 درهم الـ6 باه. حاول نلقالكم كوبايات متاع القهوة والكابتشينو، برشا ناس يسألوا عليهم باه. مش موجودين باه،
هغسلوا هنا كوبايات الشاي. شوف هنا كؤوس الشاي، هذوما الستة على 10 درهم و50 فلس. شوفوا ما احلاهم، يشبوا شوية الكوبايات المغاربة، أهل المغرب يشبوا شوية صح؟ باه 10 درهم و50 فلس الستة، هذوما الستة 10 درهم، هذوما الستة على 10 درهم و50 فلس، هذوما الستة 10 درهم. غسيلو وغزرو ما شاء الله أنواع وأشكال، قداش باش نوري أنا؟ شوفوا غسيلو باهي، خليني نوريكم هذوما ملونين حلوين برشا، شوفوا ما أحلاهم، شوفوا مزيانهم. باهي الستة على 10 درهم و50 فلس، فما البنفسجي، فما الأزرق، فما الأسود، غسيلو فما العادية هاكا عادي لونو ترانسبارون شفاف. يلا مع بعضنا نشوفوا اسعار الزيوت نتاع البيبيهات والشامبوهات والصابون، حاسيلو كل ما يخص البيبيهات اللي نستعملوهم للشعر ولا للجسم. باهي بالنسبه للزيوت، فما الزيت هذايا على 8 درهم و95 فلس كما قاعدين تشوفوا، هذايا جونسون، زيت جونسون 7 درهم و95 فلس. باهي هذايا بودره بالطبيعه نتاع الاطفال 9 درهم و45 فلس. باه هذايا شامبو جونسون على 8 درهم و50 فلس، وفما الصغيرون هذيك الدبوزة الصغيرة 6 درهم و95 فلس. باه نشوفوا لهنايا هذايا بودرة هيمالايا 9 درهم و95 فلس، وفما الشامبوان زادا هيمالايا أنا مجربته معناتها لولدي بالحق حلو ومزيان، ونشري من الجماعة الرخيصة معناتها ما نعش أصلي مش أصلي الله أعلم. باهي بالنسبة للشامبو على 9 درهم و95 فلس داكوردو. باهي نشوفوا لهنايا لوشن 9 درهم و95 فلس، مازلنا في الهيمالايا معناتها لوشن هيمالايا، وفما لوشن نوع آخر زاد نفس السعر 9 درهم و95 فلس. باهي انا يعجبني برشا هيمالايا، يعجبني في كل شيء وخصوصا الشامبو انا مجربته حلو. هذايا صابون شوفوا بالحق انا عجبني برشا برشا برشا، ونهارتها باش نشري ونسيت ما شريتش. لا علينا، الستة حبات صابون متاع جسم للبيبيهات، معناتها مش عارفه اقولي للبيبيهات للترطيب، الستة على 9 درهم و95 فلس، والقالب فيها 125 غرام داكوردو. فما زاد نوع اخر جونسون زاد حلو برشا، الستة قداش يا ربي يظهر لي نفس لا مش نفس السعر 10 درهم و50 فلس. يلا باهي لهنا حاطين البناطيل بيجاما نتاع السيدات، شوفوا تلقاو برشا الوان وبرشا مقاسات، والاسعار 10 درهم و50، مانيش عارفة معناتها كلهم نفس السعر ولا اسعار مختلفة. باهي شوفوا الازرق هذا قديش 10 درهم و50، الابيض هذايا 10 درهم و50، شوفوا هذايا 10 درهم و50 تقريبا، الاسعار نفسها 10 درهم و50 فلس. فما هنايا البناطيل الجنس زادا تلقاو برشا مقاسات زادا تقريبا الاسعار على 10 درهم و50 فلس. شوفوا ده تلقاو انواع واشكال، فما رجال يظهر لي وفما سيدات. باه كما قاعدين تشوفوا، وفما الوان مختلفه معناتها، فما تلقاو الازرق هكا فاتح وفما الغامق. شوفوا هذا مثلا، شوفوا كيفاش، شوفوا هاسيلو شوفوا لهنايا حاطين السوشيت تقريبا الاسعار 10 درهم و50 فلس. شوفوا تلقاو انواع واشكال، شوفوا انا اكثر واحد عجبني هذايا
شوفوا محلاه، شوفوا هذا حلو برشا عجبني. ثم اللون هذايا، ثم اهو شوفوا الاسود، ثم الابيض حاسيلو 10 درهم و50 فلس. شوفوا هذا محلاه، شوفوا هذا زاد محلاه هكا، شوفوا 10 درهم و50 فلس حلو برشا. وثم الموديل هذايا، شوفوا هذا محلاه زاد هكا حاسيلو 10 درهم و50 فلس. وانواع اشكال تلقاو برشا موديلات هكا وبرشا الوان. شوفوا لهنا حاطين ملابس الصغيرات، وتلقاو الشتوي والصيفي والبيجامات، وتلقاو التيشيرتات، حسيت تلقاو كل شيء. شوفوا انا باش نوريكم البيجامات الشتوي، انا عجبوني برشا. شوفوا هذا محلاهم مثلا، شوفوا هذا، شوفوا مزيانهم به على 10 درهم و50 فلس. تلقاو اكثر من لون، هذا زاد نفس السعر 10 درهم و50 فلس به. شوفوا هذا اللي تحت زاد حلو برشا هاوكا 10 درهم و50 فلس. شوفوا هاوكا به 10 درهم و50 فلس. شوفوا لهنا زاد نفس السعر 10 درهم و50 فلس، التيشيرت معاه البنطلون. شوفوا به نفس السعر 10 درهم و50 فلس هاوكا. شوفوا شوفوا باهي. ثما لهنا حاطين حاجات صيفي ماهوش شتوي، شوفوا حاجات هذوما شوفوا فيهم صيفي حاسيلو مش سهلش ناخذ الفكرة. باهي شوفوا هذا على 10 درهم و50 فلس، تقريبا نفس السعر لكلهم، نفس السعر. هذا حكاية تيشيرت ومعاه الشورت هكا حاسيلو. أنا حاجتي بال شو اسمه هو، حاجتي بالبيجامات الشتوي حاسيلو. شوفوا لهنا زادة، شوفوا لهنا حاطين اكثر من حاجه. ايوه اهو شوفوا، شوفوا لهنا حاطين هذوما البيجامات كبار شويه معنا بتاع كما نقولوا احنا عامين 3 سنين. ثم اهو شوفوا ده. شوفوا هذا محلاه، شوفوا هذا محلاه، شوفوا مزينه نتصوروا نفس السعر اي 10 درهم و50 فلس. شوفوا شوفوا حلوين برشا بالحق على 10 درهم و50 فلس. باهي شوفوا لهنا حاطين تيشيرتات نتاع السيدات حلوين برشا ومزيانين والاسعار رخيصة برشا برشا. نحاول نصور لكم اكثر عدد ممكن، ولكن بالطبيعة صعيب اني نصور كل شيء. انا عجبني هدايا، شوفوا محلاه، شوفوا مزينه هذا والله ماني عارفة قداش سعره، حتى مش باين قداش. شوفوا اللي بعده ممكن، ايوه اهو السعر، السعر 10 درهم و50 فلس. هذايا نفس السعر 10 درهم و50 فلس. شوفوا الابيض هذا زاد محلاه ومزينه، شوفوا 10 درهم و50 فلس. ثم الاسود هذا 10 درهم و50 فلس حلو برشا هذا، حتى من القماش نتاعو متين برشا. شوفوا من الداخل كيفاش 10 درهم و50 فلس. ثم الاسود وثم الابيض، شوفوا محلاه الابيض ده. شوفوا هذايا 10 درهم و50 فلس، هذا حلو برشا وتلقاو اكثر من لون اهو. شوفوا حتى الفوق زاد حاطين الفوق، المفروض اسعارهم 10 درهم و50 فلس. شوفوا لهنا حاطين تلقاو الملابس الداخلية هاكا، وتلقاو حاسيلو حاجات معتها متاع سيدات ده. مثلا الدخلي هذايا على 9 درهم و95 فلس. شوفوا شوفوا محلاه، والخامة متاعو محلاها بالحق حلوة برشا. فما أكثر من لون، شوفوا فما البينك وفما الأبيض، فما البيج، فما هنا هاوكا الاسود حاسيلو.
نحاول نصور لكم اكثر عدد ممكن. بيشوفوا هدية محلاها، شوفوا هدية محلاها 10 درهم و50 فلس هوك. هدية تلقاو زادة اكثر من لونة هوك. شوفوا هذم، شوفوا هذم 10 درهم و50 فلس هيك. وبتبيع فما اكثر من لون ها هوك، فما زاد الاسود، الناس اللي تحب اللون الاسود. باهي